في شهر سبتمبر سنة 70 الحقيقة حصل أن الرئيس عبد الناصر توفى إلى رحمة الله، وكانت جنازته جنازة مهيبة. وده أول حاجة هنتكلم عليها في الفقرة دي، اللي هي فقرة هستيريا. إيه الفرق بين عبد الناصر ودلوقتي؟ وزي ما اتفقنا إن إحنا مش قصدنا نستعيد الماضي ونثرثر عليه، إحنا مش مصابين بالشيخوخة الفكرية، لكن ده الكلام المهم. جنازة عبد الناصر كانت جنازة مهيبة جدا جدا، زي ما هنشوف في الفيديو ده. الجنازة دي الحقيقة علشان الإعلام يبقى على قد دي الأنبا ماكاريوس ده اللي ضاعت العصا بتاعته في الزحام، وهم دلوقتي خلف عمر مكة، وده هواري بوميديان، وده اسمه إيه ده بتاع السودان، جعفر نميري. الجنازة دي عشان تبقى على قد مقاس الزعيم عبد الناصر، الحقيقة جابوا لها الراجل اللي عمل الموسيقى التصويرية لفيلم الفيلم اليوناني المشهور، عمال اسمه يروح ويجي في دماغي دلوقتي، حاطط لها لحن مشهور قوي اسمها الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. والحقيقه كانت المشاعر صادقه جدا لفراق عبد الناصر، لكن يبقى السؤال، هو المشاعر دي كانت وليده حب خالص لعبد الناصر، ولا كان عبد الناصر جزء منه كبير صناعة الإعلام؟ وده السؤال المهم. الآلاف أو الملايين اللي خرجت تودع عبد الناصر، على فكرة قبلها في الستينات خرجت آلاف مؤلفة تودع عبد المنعم رياض، وعبد المنعم رياض كان بطل حقيقي بالمناسبة، واتقتل على الجبهة، استشهد يعني. خرجت آلاف مؤلفة لدرجة أن موكب عبد الناصر نفسه تاه في الزحام، عبد الناصر نفسه تاه في وسط الناس. كانت مشاعر الناس تجاه عبد المنعم رياض فعلا مشاعر حقيقية، لكن المشاعر دي هل هي كانت خالصة مخلصة لعبد الناصر؟ تعال نتخيل لو أن عبد الناصر الإعلام ما ساعدوش على أنه يعملوا الكاريزما دي، هل كانت الجماهير هتودع عبد الناصر هذا الوداع الفظيع؟ إيه اللي خلى عبد الناصر كده؟ جزء كبير من القصة دي صنعها الإعلام. أنا ما بقولتش الكلام ده، اللي قال الكلام ده أسامة غريب النهاردة، وهو بيقول في المصري اليوم القائد صانع الهستيريا، بيقول عاش الناس في مصر لا يستمعون إلا لأخبار الانتصارات على المتآمرين في الداخل والخارج، أيام عبد الناصر يعني، ولا يعرفون ما يحدث في بلدهم سوى ما يستوجب الفخار، وتكلفت الأغاني بنسب كل الأشياء الرائعة إلى جمال عبد الناصر. أما الإخفاقات إن وجدت فمردها الوزراء والمحافظون الذين لم يرتقوا لفكر الزعيم، وهؤلاء كان يسهل التضحية بهم وسط عوائل الجماهير الجائعة، كانت منشطة الصحف تحفل بعناوين كانت تجعل الجماهير إما تتمايل من النشوة أو تذأر من الإثارة أو تبكي من فرط التأثر، حالة من الإدريانالين المراق بلا حساب في العروق النافرة على مدار الأربعة والعشرين ساعة كل يوم لمدة 18 سنة. لهذا أو لكل هذا كانت جنازة عبد الناصر أسطورية. ربما يكون أسامة غريب ساداتي، ربما يكون أسامة غريب أي حاجة غير إسلامي يعني، لكنه نسب هذه الجنازة الفظيعة إلى الإعلام اللي صنع من عبد الناصر إله، نسب كل اللي حصل في الجنازة زي ما انتوا شفتوا الفيديو، نسبها إلى الإعلام والأغاني اللي نسبت كل الأشياء الرائعة إلى جمال عبد الناصر، لكن الإخفاقات والهزائم إن وجدت فكانت بسبب الوزراء والمحافظين اللي لم يرتقوا لفكر الزعيم، نسب كل حاجة الإعلام اللي كان الحقيقة مهمته، الإعلام اللي هو كانت منشطات الصحف والحاجات دي والتلفزيون تحفل بعناوين كانت تجعل الجماهير إما تتمايل من النشوة أو تزأر من الإثارة أو تبكي من فرط التأثر، حالة من الإدرينالين المراق بلا حساب في العروق. ده الحالة دي بقى
كانت شغالة على مدار الأربع وعشرين ساعة كل يوم لمدة 18 سنة. هو أسامة غريب بيسأل أنت مستني إيه لما تلاقي إعلام 24 ساعة لمدة 18 سنة بيسبح بحمد الزعيم؟ صحف، تلفزيون، إذاعة، المساجد نفس القصة. تحول عبد الناصر من شخص يخطئ ويصيب، من موظف ماسك الدولة إلى إله. وهذا لم يحدث الحقيقة مع الملك فاروق. لم يتحكم الملك فاروق في الإعلام كما تحكم فيه عبد الناصر. أنا ماليش علاقة تقول لي عبد الناصر عظيم أو لا، لكن عبد الناصر جزء من صورته كانت صناعة الإعلام. الإعلام اللي وصل الناس إلى أننا طالعين الفضاء، الإعلام اللي وصل للمصريين إلى أننا خلاص هنروح إسكندرية في نص ساعة، الإعلام اللي وصل المصريين إن إحنا خلاص يا جماعة يا معلم ده إحنا هيبقى عندنا بترول أكتر من السعودية والعراق. وفي الآخر مات الزعيم فخرجت الملايين المصريين تعيط بالطريقة دي. يبقى السؤال بقى، هل ده حصل لعبد الناصر وخلاص تبنى عن التجربة؟ خلاص انتهت القصة وتعلمنا من التجربة ما نقلهش حد؟ ولا نفس الإعلام لعب نفس الحكاية مع السيسي؟ تعال نشوف يا أستاذ أسامة غريب، الأخ عمرو أديب اللي طالع امبارح يتريق على عصر عبد الناصر ويجيب له انشطات الصحف وكيف صعدنا إلى مركبة الفضاء وإزاي بقى هنبقى بترول أغنى من السعودية والعراق، الكلام اللي قلناه هنا عمرو جايبه امبارح وبيتكلم على إن الحقيقة الناس عاشت في وهم. كان السؤال بقى اللي لازم يوجه لعمرو أديب وأمثاله، أمثالك يا عمرو هم اللي عملوا في المصريين كده، هم اللي ضحكوا على المصريين 18 سنة. وللأسف نفس الفريق بس الأحفاد بتوعهم الإعلاميين جاء عشان يعمل في السيسي نفس العملة. يا سادة وصلوا السيسي إلى أنه نبي، وصلوا السيسي إلى أنه رسول، وصلوا المصريين ومخدروهم بمشروعات وهمية صدرها ليهم السيسي.